سائل بيسأل: أنا زارع لوبيا وعدس، كيف أخرج عليهم الزكاة؟ لو بلغت النصاب وجب تطلع منهم الزكاة. طب إيه النصاب؟ قال النبي: ليس دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، يبقى 5 في 60 ب 300 صاع. طب الصاع بتاع اللوبيا كام وبتاع العدس كام؟ الصاع بتاع اللوبيا والعدس زي بعض، 2 كيلو 650. طب لو ضربت 2 كيلو 650 في 300 يطلعوا لك 795 كيلو، يعني 800 الا 5 كيلو. لو طلع لك 800 كيلو الا 5 بقيت واجب عليك الزكاة. طب الزكاة تطلع ازاي؟ لو انت بتروي بمكنة يبقى عندك نص العشر، يعني من كل 20 شوال هتطلع شوال. لو انت بتروي بالراحة والمية بتخش على طول من غير مكنة هتطلع العشر، من كل 10 شوال هتطلع شوال صدقة لله، والصدقة تطلع قبل ما